هذا يقول يوجد في بعض البلدان، يوجد في بعض البلدان مشاهد يزورها بعض الناس، يزورها بعض الناس، لا ليس هناك مكان يزار للعبادة، ليس هناك مكان يزار للعبادة إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. أما بقية المساجد فهي سواء، لا يقصد شيء منها بخصوصه، وإنما من حضرته الصلاة فليصلي في أي مسجد منها. أما أنه يقصدها للعبادة ويظن فيها أجر فهذا لا يجوز، لأنه تشريع لدين لم يشرعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.